السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لا فيديو اللي وعدت به المتتبعات ديالي. بزاف ديال السيدات تعانيوا من هذا المشكل، والسيدات اللي ما تعانيوش منه اكيد بيجي الوقت اللي غادي يعانيوا من هذا المشكل. يعني كاع جميع السيدات كلنا تنمروا بواحد المرحلة وهي مرحلة سن اليأس ولا لامينوبوز كيف تتعرفوا بزاف ديال الناس بالفرنسية، وسن اليأس باللغة العربية. غادي نتكلم لكم على هذا المشكل هذا اللي تيواجه السيدات، الأعراض ديالو، كيفاش نتعاملوا معاه، اشنو هما الأدوية اللي تنعطيو، كيفاش نحافظوا على الأنوثة ديالنا وعلى بزاف ديال الحوايج، على البشره ديالنا، على بزاف ديال الحوايج. اول حاجه غادي نعرفكم امتى تنعرفوا راسنا فوالا وصلنا لسن الياس. سن الياس اولا لامينوبوز ما كايناش شي تحليله اولا شي حاجه اللي تتبينه، دونك تيبان مع الوقت لينا. امتى تنتاكدوا 100% على ان السيده صافي وصلت سن الياس؟ هو سن الياس تيكون ما بين 40 عام و 50 عام. يعني السيده تقدر على 42 عام، قدر 45 عام، قدر 46، قدر 50، قدر حتى 52 باف. المهم على حسب السيدات وعلى حسب كل سيده والهرمونات ديالها وكل سيده والتغيرات ديالها. كاينين تنسميو سن الياس المبكر اللي هو تيجينا ما بين 40 عام و 45 عام، هذاك تنسميو سن ياس مبكر. يعني فتنا 45 عام هذاك راه عادي. وسن الياس هو واحد الحاجه اللي بزاف ديال السيدات يعني اونتر بارونتيز تجيهم بشكل ما تيبغيوش يتقبلوها نفسانيا، ولكن راه عادي جدا. كلنا كل مرحله كيف قسمها لنا الله نعيشوها، غادي نعيشوها فتره الطفوله، فتره الشباب، فتره، ولكن راه الفتره ديال سن الياس المراه تتكون اكثر يعني تتوصل لواحد السن اللي صافي تتوازن فيه بين كل شيء، تتوازن فيه بين الحياه ديالها بين كل شيء. يعني ما تيبقيش عندها شي مشكل. انا نفرح الا وصلت يعني سن الياس، ما تقلقش، حيت دوزت الشباب ديالي ودوزت الطفوله ديالي ودوزت يعني المراهقه ديالي ودوزت كل شيء الحمد لله. يعني كلنا نرضاو بما قسمنا الله. اول حاجه بالنسبه لاشنا هما الاعراض اللي السيدات تيديرونجيوهم فريمون بالنسبه لهاد الفتره ديال سن الياس. قلت لكم بالنسبه للانقطاع ديال الدوره شهر شهرين، ما تجيكش 3 شهور، ديك الساعه باقي ما نقولوش لك راكي وصلتي سن الياس 100%، ولكن تتنقطع عليك الدوره واحد المده واحد العام، وداك العام يعني منين تتنقطع عليك الدوره تتحسي بزاف ديال الاشياء اللي تتغيروا في الجسم ديالك وفي النفسيه ديالك. اول حاجه تحسي اول منبه لينا بالنسبه للسيدات اللي تيبداهم سن الياس وهي الحراره في الجسم، كيف ما تسميوها بزاف ديال السيدات الصدى. تجيني الصدى يعني تطلع لك واحد الحراره في الجسم، واحد لاشالوك تطلع لك في الجسم ديالك. كاين ثاني حاجه تعرق بالليل، يعني فتتكوني ناعسه تتلقاي راسك عرقانه. ثالث حاجه مشاكل في النوم، يعني ما تيبقاش عندك داك النوم منتظم، تيوليو لنا مشاكل في النوم. حاجه اخرى وهو الجفاف في المهبل، يعني ديك الماده اللزجه اللي تتكون عندنا في المهبل ما تتبقاش لنا، تيولي لنا جفاف في المهبل، تيولي تغير في المزاج، يعني التغيرات النفسيه. تكوني دابا راني نورمال عادي ما بيا والو، ولكن تقدري ترجعي في نفس واحد شويه تلقاي المزاج ولا النفسيه ديالي تغيرات. حاجه اخرى وهي تساقط ديال الشعر، تيولينا تساقط الشعر كثير، وجفاف ديال البشره، البشره نتاعتنا تتنشف. وثاني حاجه وهو المناطق الانثويه ديالنا خاصة تدي ما تيبقاش في داك الحجم ديالو، ما تيبقاش في ديك الجمالية ديالو كيف كنتي قبل ما توصلي سن الياس. يعني تدي تيوليو تيهبط لنا شوية ولا تيتفش لنا شوية. المهم كل سيدة وهي، أنا هاد العلامات اللي عطيتكم راه ماشي أي وحدة يجيوها كلهم، تقدر تجيك حاجة فيهم وحاجة لا، حاجة فيهم وحاجة لا. هي ننصحكم في هاد الفترة هادي ديال سن الياس أنكم تفاداو تاخدو الأدوية اللي تيكونوا غنيين بالهرمونات، تفاداوهم. يعني تتوصلوا هاد سن الياس صافي تيتوقف كل شيء، ما نبقاوش ناخدو أي حاجة كانت إلا ما رجعنا الاستشارة ديال الطبيب ديالنا أو الفرماسيان ديالنا هو اللي وجهنا. تاني حاجة بالنسبة لسن الياس
تيدخلنا في واحد المشكل ديال اكتئاب، يعني تتولي السيده مكتئبه اكتئاب حاد، تدينا السيده تتولي عندها هشاشه العظام، يعني مشاكل كثيره تيبانوا من بعد سيلياس. بالنسبه ليا اليوم جبت لكم هو سيلياس كنا تنوصلوا ليه، راه صافي خصنا نتعايشوا معاه. ايه هو كاين علاج ادويه اللي وبالاحرى ماشي هي ادويه، هي فقط مكملات غذائيه طبيعيه اللي تتساعدنا في هذه المشاكل هادو، اللي تتعاوننا من داك التعب اللي تيكون وديك الصداع اللي تتكون والحراره في الجسم والتقلبات المزاجيه والبشره اللي تتكون تفقد الجماليه ديالها والاشراق ديالها وتتنشف لنا. يعني كاينين ادويه اللي طبيعيه، مكملات غذائيه اللي طبيعيه. واول حاجه انا كيف تتشوفوني في لاشين ديالي راني ما عنديش شي حاجه نفضل برودوي على برودوي ولا هذا، ولكن تنشوف المنتوج اللي تقدروا تستعملوه، يعني البرودوي ولا الكومبليمون اليمونتير اللي تقدروا تستعملوه ويعطيكم نتيجه. اليوم ان شاء الله كاينين بزاف ديال المكملات الغذائيه ديال لامينوبوز، ولكن انا اليوم اخترت لكم مانهاي. مانهاي راه معروف بزاف عند السيدات، تياخذوا عندي السيدات بزاف بزاف بزاف. مانهاي شنو هو؟ مانهاي المكونات ديالو باش يقدر يعاوننا في هذه الفتره نتاع المينوبوز. بالنسبه لاول حاجه بالنسبه لهذا مانهاي، وهو واحد المكمل غذائي خالي من الصوجة، خالي من الصوجة وخالي من الهرمونات. سون صوجة سون هرمون، يعني خالي من الصوجة هو فقط طبيعي. بالنسبه لاشنو تيخدم لنا كثر، ديك لا شالوغ اللي تنحسو بها في الجسم ديالنا ما تيخليهاش، يعني يحرب لنا ديك لا شالوغ وديك الصدا وديك اوف اللي تتكون فينا وديك بزاف ديال الحوايج، يعني تحاول يخلي النفسيه ديالتك ولا لوكور ديالك متوازن وما يجيبش لك دوك المشاكل هادوك. حاجه اخرى وهو اونتي فاتيك، يعني تيعاوننا على العيا اللي تنحسو بالجسد ديالنا فتره ديال الياس، يعني فتره ديال المينوبوز تحسو بواحد العيا بزاف. ثالث حاجه وهو تيعاون على تفتيح ديال البشره، تفتيح نتاع البشره. غادي نعطيكم المكونات ديالو، المده اللي تاخذوه وشحال تاخذوه في اليوم. بالنسبه للمانهاي غادي نقول لكم هو مكون من 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 مكونات طبيعيه ومن فيتامينات ومن زيوت طبيعيه. مكون فيتامين او، فيتامين بي 9، الفير، الزنك، الويل دو بوغاش، ويل دو بواسون، الاوميغا 3 او بي اش و دي اش ا، والفوسفوليبيد. دونك هادو هما المكونات ديالو. انا تنحاول نقرا عليكم مكونات باش تكون عندكم ثقافه عامه في البيوت ديالكم على لو برودوي اللي راكم غادي تاخذوه، يعني باش تمشيو للصيدليه غادي يكون الاجابه ديال هاد الاسئله كلهم عندكم في الراس ديالكم. بالنسبه لمانهاي الثمن ديالو 190 درهم، متواجد في الصيدليه. الاخذ ديالو تاخذي حبه وحده في الوجبه الرئيسيه ديالك بعد الفطور، يستحسن بعد الفطور او بعد الغداء. المده الاقصى اللي يمكن لك تستعمليه هو 4 شهور، 3 شهور حتى 4 شهور. بالنسبه لهاد مانهاي يستعملوه جميع السيدات، يعني ما عندناش مشكل. بالنسبه للمكونات ديالو طبيعيه 100%، ما غاديش ياثر عليك نهائيا. السيدات اللي في السيلياس تنصحكم تاخذوه، غادي يبان لكم الفرق بزاف الا خديتوه. بالنسبه للفيتامينات اللي فيه وعلاش تيعاونونا، اول حاجه لا فيتامين بي 9 والاوميغا 3. تنعرفوا لا فيتامين بي 9، بي 9 اللي هو الاسيد فوليك والحديد والاوميغا 3، غنيه على التعريف هاد المكونات هادو اللي كنا تنحتاجوها في الذات ديالنا. بالنسبه للبناء والحديد والاوميغا 3 تيعاوننا على الاسترخاء وعلى مكافحه التوتر، وتيعاوننا كذلك على الاوميغا 3 على الذاكره نتاعتنا تبقى قويه. الاوميغا 3 راه كتعطينا التركيز، والتركيز كثر يعني تمنع عنا النسيان. ثاني حاجه اخرى تعطينا الراحه النفسيه على اننا نبقاو ما نفكروش بسيلياس بديك السلبيه ديالو، ولكن نفكروا به بايجابيه. بالنسبه لثاني حاجه مناش مكونه لا فيتامين او والزنك، ولا فيتامين او والزنك راكم عارفين الا كنتم متبعيني ومتبعي القناه ديالي راكم تتشوفوا لي فيديو امتى تنحط باش تنهضر على لي كومبليمون اليمونتير على المكملات الغذائيه وتنعطي كل واحد الدور ديالو. لا فيتامين او والزنك وهو لا فيتامين او والزنك وهو تيعاوننا البشره بواحد المرتبه الاولى، تعزز لنا الاشراقه ديال البشره، يعني تخلي البشره مشرقه وترطب لنا البشره
وتيغذي لنا البشره كذلك، وتساعد على تنشيط ديال الدوره الدمويه، و تيبان لك وجهك يعني ما تيبانلكش وجهك دابل وعيان ولي صغان وحالتك الحاليه، يعني تعطيك واحد الاشراقه نظرا للمكونات الفيتامينات المهمه اللي فيه. دونك عرفتكم تقريبا على جميع المعلومات، على حاولت نعطيكم معلومات على سي الياس، وعطيتكم مكمل غذائي من الصيدليه اللي غادي ينفعكم اكثر. قلبت الكاميرا باش تشوفوا عن قرب من هايسون هرمون سون سوجا، ما نعاودش لكم معلومات باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، راني ذكرت كاع هاد المعلومات ذكرتهم في لا فيديو، بغيت نقربكم منه فقط. كيف قلت لكم الاستعمال حبه وحده في اليوم من 3 شهور حتى 4 شهور، الثمن ديالو 190 درهم، ويمكن ياخذوه جميع السيدات، يعني ما كاين حتى شي مشكل في الاخذ ديالو. نتمنى السيدات ياخذوه كلهم، ولكن السيدات اللي تيكون عندهم اللي تيكونوا متبعين على شي مرض بالنسبه لهرمون، بالنسبه تيكون عندهم ورم في الثدي ديالهم او لا ديكيس في الثدي ديالهم او لا في الرحم ديالهم، هاد السيدات هادو ما ياخذوا حتى شي حاجه، ولا تيتبعوا على شي مرض مزمن متعلق بالهرمونات، مرض مزمن ما ياخذوا حتى شي حاجه، ما ياخذوا حتى دواء، كيف تنقول لكم ديما ما ياخذوا حتى كومبليمون اليمونتير الا ما رجعوا للطبيب ديالهم واستشروا معاه، عاد من بعد يمكن لهم ياخذوا. بالنسبه للسيدات العاديه الحمد لله ما تيعانيو من والو، يمكن لكم تاخذوه. وهنا غادي نحبس لا فيديو، كنتمنى ديروا اعجاب لا فيديو الى عجبكم، وتخليوا لي لايك، تخليوا لي تعليق، وتبارطاجيو لا فيديو مع العائله ديالكم في الجروب اللي تتعرفوا، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليوا لي في التعليقات المواضيع اللي بغيتوا نهضر لكم عليهم ونهضر لكم عليه، راه هذا لا فيديو هذا تحت طلب ديال واحد المتتبعه ديالي، وقلت تستافدوا جميع ونستافدوا كاملين. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.